مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي على القناة الأولى. واليوم غادي نتكلموا فيها على مواضيع قانونية، بريكولاج أيضا على الصحة ديالنا، ومجموعة من الفقرات الأخرى في انتظاركم. مروان وهناء، صافا؟ صافا تخي بيان، الحمد لله. أنت لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. كنتمناو أيضا مشاهدينا حتى هما يكونوا بخير وعلى خير وهما كيتبعوا البرنامج. مرحبا بك مروان. أهلا وسهلا. وبما أنه كاين بزاف ديال المواضيع كتسنانا، نقول للمشاهدين تكونسونطراو معنا مزيان، ما بقى والو ونبداو يا كازينو. أكيد فقرة استشارات قانونية غادي نتكلموا من خلالها اليوم على مصطلح كنسمعوه بزاف ديال المرات، المحاكمة العادلة. خليكم معنا. فقرة مع الصيدلي اليوم غادي نتكلموا على الكورتيكويد، أشنا هو، فوقاش نستعملوه، وفوقاش كيولي الاستهلاك ديالو مضر بالصحة ديالنا. خليكم معنا. فقرة هي والبريكولاج، غادي نتكلموا على البوزل ديال النباتات. غالبا ما كنشريو البوزل وهو جاهز اليوم، غادي نصوبو مع وليداتنا في الدار بمواد بسيطة سهلة غير مكلفة، مع أميمة بن ناصر. مشاهدينا، قصة نجاح اليوم تهزنا العالم المخرج المغربي المتميز عبد الرفيع العبدوي. تابعونا وتفاعلوا معنا عبر صفحات الأولى على فيسبوك وإنستغرام لتظهر لكم أسفل الشاشة. مشيو نتعرفوا على شيوتنا اليوم وفقرة من يتشاف. اليوم غنقدموا لكم واحد الوصفه اللي هي سلطه ديال البربه بالليمون والزيتون. هذه الوصفه كنحتاجوا البربه، الليمون، عصير ديال الليمون، مزهر، زعتر، ابزار، ملحه، موطارد، زيتون كحل، وزيت العود. دابا ندوزو باش نوجدوا البربه ديالنا. كنحتاجوا بابي الومنيوم، كنديروا فيه البربه، كنزيدوا عليها شويه الملحه، شويه الابزار، شوية ديال الزعتر وزيت العود. كنسدو على البربة ديالنا مزيان، وكندخلوها للفران على درجة 180 لمدة ساعة. بعد ما دخلنا البربة ديالنا للفران، غندوزو باش نصاوبو الليمون اللي غيمشي معاها. كنقطعوه على هذا الشكل، نحاولوا نقيوه. ودابا ندوزو باش ناخدو اللوب ديالو، كناخدو على هذا الشكل. بعد ما صوبنا لي سيغمون ديالنا، غندوزو باش نصوبو لاصوص. لاصوص كنحتاجو السلطيات، الفوي، كناخدو جي دورانج، والعصير الليمون، كناخدو شوية ديال المزهر، كنديرو شوية ديال الموطارد، كنحاولو نميلونجيو لي زانكريزيون. من بعد كنزيدو عليهم زيت المائدة، غير بشوية، ما كنكبوش بزاف. بعد ما مشاهدينا البربة طابت، خلينا تتبرد، ودابا غندوزو باش نقطعوها. كنقطعوها على هذا الشكل. دابا مشاهدينا غندوزو باش ندريسيو. كناخدو البربة، كنضيفو عليها اللوب ديال الليمون، كنضيفو عليها الزيتون كحل، وكنزينو بالنعناع.
دابا غندوزو باش نديرو لاصوص اللي صوبنا قبيله بالليمون وما زهر. كانت هذه هي الوصفه ديالتنا مشاهدينا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالتكم، وبصحه وراحه. كيف العاده فقره منين شاف كتكون فرصه من خلالها نقترحوا عليكم مجموعه من الشيوات، ونتمنوا انكم تحضروهم وتستمتعوا بهم بحب رفقه الناس اللي تتبغيوهم، العائله ديالكم، احبابكم واصحابكم. موضوع فقره استشارات قانونيه اليوم مهم بزاف، لان الحياه بعض المرات اشخاص تيرتكبوا مجموعه من الاخطاء واللي كتضطرهم انهم يوقفوا امام المحكمه، تيكون هذاك الشيء كله جديد عليهم، ما فاهمينش شنو تيتم خلال المحاكمه ديالهم. اليوم غادي نتعرفوا اكثر على ما يعرف بالمحاكمه العادله ومجموعه من الاشياء مرتبطه بها. رفقه استاذ يوسف غريب محامي بهيئة الدار البيضاء، مرحبا بك استاذ. شكرا. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا استاذ. تفضل استاذ. اهلا وسهلا. شكرا، بارك الله فيك. صباح استاذ، كلشي بخير الحمد لله. الوغ استاذي، كيف ما قلت كان ممكن اشخاص كثيره ترتكب اخطاء في الحياه اللي اضطرها توقف واحد النهار قدام المحكمه وتعرض واحد المسائله قانونيه. كنسمعوا دائما كلمه او مصطلح المحاكمه العادله، شنو تنقصدوا بها؟ هو فعلا سؤال وجيه، والجميل في السؤال هو ان كل واحد فينا ممكن يوقع ليه. هناك نرجعوا لواحد النظريه اللي هي كان بها قال بها واحد العالم ايطالي اللي هو لومبروزو، فوضع المجرم بالفطره والمجرم بالصدفه. فممكن الانسان صدفه في الحياه ديالو كيتعرض لموقف اللي كيخليه موضع مساءله من السلطات المعنيه، ومن هنا كيجي دور انه يعرف ويوعى بجميع هذه الاجراءات اللي كتدوز منها المحاكمة. أولا نقولوا ببساطة ما ندخلوش في جميع التعريفات، بأن المحاكمة العادلة هو مبدأ حقوقي وقانوني دولي منصوص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1944، إلى العهد الدولي للحقوق البدنية والسياسية للأمم المتحدة 1966، إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، ومجموعة من الاتفاقيات الأخرى. المغرب باعتبار أنه صادق أعلن في الدستور ديال 1992 انه كيعترف وكيصادق على جميع الاتفاقيات الدوليه كما هو متعارف عليها دوليا، فهو صادق على مجموعه من المواثيق الدوليه في هذا الباب، وكامله تتنص على مبدا المحاكمه العادله. اذا المحاكمه العادله هو ان الشخص خصو بكل بساطه باش ما نعقدوش وندخلوا في النظري، نبسطوها اكثر، هو الشخص من اللي كيتوقف ولا كيتم الايقاف ديالو خاصو يخضع لشروط تحترم كرامته حقوقه، لاعتبار انه مازال بريء من الضابطة القضائية إلى التحقيق الإعدادي إذا كان، إلى المحاكمة، إلى طرق الطعن حتى يكون استئناف ويكون نقد لأنه تائما بريء. وبالتالي من ضمنها مثلا حقه في الدفاع، حقه في أنه يختار محامي، ما يمكنش واحد الشخص يبغي يختار محامي اللي دافع عليه ويتمنع من ذلك. حقه في أنه مثلا إذا كان كيتكلم واحد اللغة يكون ليه ترجمان. حقه مثلا إذا كان أصم أنه يكون الشخص اللي كيشرح الإشارة. حقه إذا كان مريض ولا تعرض للعنف يعرضوه على خبره باش ما يكونش الاعتراف ديالو تحت العنف. حقه هي مجموعه من الحقوق. اذا المحاكمه العادله كيف ما كانت الخطا اللي مرتكبه ولا الجريمه اللي مرتكبه بغض النظر لان هو مازال بريء ولو يتحكم فما هيش هي الفوضى، لان احنا كننتقموا ولا العقوبه كتكون مدعيه على اساس الانتقام. العقوبه هي اولا اعاده ادماج للشخص، وبالتالي فالمؤسسات السجنيه هي لاعاده الادماج وليس للعقاب فعلا. مجموعه من اللي تصحيح وعوجة السلوكات والمظاهر اللي كتكون في السلوك الإنساني إعادة التأهيل. ففي الدول المتقدمة كنلاحظوا أن هناك دائما إعادة الإدماج والتأهيل، لاعتبار أن المجرم بين قوسين كان بين قوسين يقدر يكون شخص غير جاب الصدفة كيف ما قالت الأستاذة وجل هذاك الطريق ومشى للسجن، فممكن نعاودوا نعطيه فرصه اخرى. ومن هنا كان المشرع الجنائي حكيم، اذا غالبا ما كيعطي ظروف التخفيف في الحاله اللي تيكون فيها الشخص لاول مره جاء ما بين دين القضاء. غالبا اقول علاش يقول لك ودي هاد السيد ما عندوش السوابق وجا فنعطيه واحد العقوبه الخفيفه، نعطيه فرصه للتوبه، نعطيه فرصه انه يراجع الاخطاء ربما اللي قام بها، لان ممكن يتعرض للسجن اي شخص بسبب خطا ما ارتكبه، ولكن ماشي خاصها تكون نهايه الحياه. ملي يخرج خاصو يكون بدايه ديال الحياه الجديده اللي يتعلم منها اذا بالنسبه لهذا الموضوع بشكل عام المحاكمه العادله هو صيانه كرامه الانسان، هو حر او معتقل. ان الاجراءات القانونيه
القانونية خصها تكون بالطريقة اللي تراعي مبدأ المشروعية، بمعنى احترام تام للقوانين الواردة في قانون المسطرة الجنائية، من ضمنها قرينة البراءة، من ضمنها الحق في من ضمنها مبدأ المشروعية الجنائية، من ضمنها الحق في الاستعانة بمحامي، من ضمنها أن إذا كان ما كيفهمش واحد اللغة معينة كنترجموا ليه. إذا وتشوف في الملف ديالو واحد الهيئة اللي كتكون هي مستقلة وحايده تماما. وحنا علاش كنسمعوا في مجموعه من الدول اللي ما كتكونش فيها حقوق الانسان وصلات واحد النضج كبير بالملاحدين الدوليين لحقوق الانسان وحضورهم المحاكمه او ضمانا لمحاكمه عادله. تكلمتي على مجموعه من الشروط يعني اللي كتخص هذا المحاكمه العادله، واش يمكن نقولوا بان هاد الشروط هي نفسها الاسس او المعايير اللي كتبنى عليها المحاكمه العادله، او لا هناك اسس اخرى كتبنى عليها هاد المحاكمه العادله؟ فعلا المرجعية ديال حقوق الإنسان بشكل عام كتنص على المحاكمة العادلة، وبالتالي كنلقاو أن هذه الأسس في مجموعة من المواثيق الدولية واللي صادقت عليها مجموعة من الدول ديال العالم واللي كتبناها المنظمات الحقوقية الدولية. بالنسبة للمشرع المغربي ما خرجش على هذا السياق، بقى في هذا الإطار. فكنمشيو للفصول مثلا الفصل 123 ولا 20 من الدستور كنلقاو كينص على قرينة البراءة، على الحق في محاكمة عادلة. إلا مشينا للقانون المسطرة الجنائية كيتكرر مصطلح المحاكمة العادلة دوما، والمحاكمة العادلة هي اللي كتعكس واش واحد النظام قانوني في بلد معين يستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان ويحترم حقوق الإنسان أم لا. فكلما كانت المحاكمة وكانت المحاكمة قريبة من العدالة ومن ضمان الحقوق ديال هاد الشخص اللي ما نقولش اللي هو ضنين ولا هذا، نقول هو متابع، كلما كان فعلا كيرقى في مستوى سلم حقوق الإنسان. حنا اللي كنتكلموا عليه اليوم غير مش كل واحد يولي كيعرف الحقوق والواجبات ديالو، تعرف قدر الله وقعتي في هذه الحالة هذه وتقدمتي للمحكمة تولي كتعرف شنو هما الحقوق ديالك بطبيعة الحال اللي أنت يمكن لك تستخدمهم باش تثبت هذيك البراءة ديالك بطبيعة الحال. وفي كلامك جا قرينة البراءة، كنسمعوها بزاف هذا المصطلح هذا في المحاكم، اشنو هي قرينة البراءة بالضبط؟ شنو كنقصدوا بها؟ نقولوها بكل بساطة، قرينة البراءة هي أن كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته. أي شخص راه بريء. أنا إلا جينا واحد الشخص وقفت الضابطة القضائية ودو عند السيد وكيل الملك وتم دار لي الإحالة وتحكم عليه مثلا بخمس سنوات ابتدائيا، فهذا الشخص بريء لأنه يقدر يستأنف، لأن باقي ما صدرش حكم نهائي عنده حجية الشيء المقضي به. ما يمكن نقولوا أن هذا السيد مدان حتى ما يبقاش عندنا شي طريقة من طرق الطعن. وبالتالي هذا الشخص باقي لأنه ممكن يمشي للاستئناف وممكن يمشي للنقد ويتلغى هذاك الحكم. فقرينة البراءة أننا نفترض في أن كنفترضوا في أن في كل إنسان أنه بريء، في كل شخص إلى أن تثبت الإدانة. هذا من جانب. من جانب ثاني وقراءتنا لهذا المبدأ، وهو أنا ما دمت أقول قرينة البراءة وملي كنقولوا قرينة البراءة فماشي أنا اللي ملزم تثبت براءتي، فالنيابة العامة اللي ملزمة تثبت أنني قمت بالفعل فعلا أو ارتكبت الجريمة. لست مثبتا بإلزام أو بإثبات، لست ملزما بإثبات براءتي، خاص النيابة العامة تثبت فعلا بأنني أنا من قمت بارتكاب هذا الفعل الجرمي. إذا هو مبدأ دستوري حقوقي وكوني وعالمي وجميع الاتفاقية الدولية. وقت المحاكمة والمراحل ديالها فأنت بريء، تثبت بشكل نهائي حتى في السجن راه كيبقى لابس حوايج حتى السجن ما كيلبسش اللبس ديال السجن الا ان يصير الحكم نهائيا. طالما انه لانه لازال معتقل احتياطي. هو في الاعتقال الاحتياطي وليس اقول بين قوسين مجرما، ولو ان المصطلح ديال المجرم فيه شيء من التحطط فاقول سجين. فبالتالي احنا كنشوفوا بهذه المساله بان هذه ضمانه قويه. علاش باش ما نجهزوش على حقوق الناس والمواطنين بواسطه؟ لان يقع الخطا ربما مجموعة من الجرائم اللي وعشناهم بالمرة وفي المحاكم بأن كيصدر البراءة، كان متابع وحكمت المحكمة بالبراءة. فهو مبدأه هنا جا المشرع المغربي في دستور 2011 ونص بالنبط العريض على هذا المبدأ، وقال لك مبدأ قرينة البراءة ومبدأ المحاكمة العادلة. وهذا يحسب للمشرع المغربي في الدستور ديال 2011 واللي عرف واحد التطور حقوقي كبير في هذا الباب. وحتى الجمعيات والمنظمات الحقوقية في المغرب بدات كتطور في هذا المبدا وفعلا ملي كنلمسوه. استاذ تكلمتي على كنتكلموا من قبيله وحنا على محاكمة عادلة، على ان واحد الشخص يعني ما كيتم متهم او كتثبت عليه واحد الجريمة ولا واحد الأعمال حتى بعد ما نتجاوزوا مختلف المراحل
اللي نقدروا نثبتوا فيها انه بريء. خلال هذه المراحل كامله من بين حقوقه زيارات الاهل ليه كيفاش كتكون؟ كيفاش كتنظم بالقانون المغربي؟ هو القضية زيارة الأهل أو الأقرباء للشخص على أقول المعتقل أيه؟ المعتقل احتياطيا أو للسجين هي واضحة ومنظمة بمقتضى القانون ديال المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج، وبالتالي كاين أوقات الزيارة والرابطة القرابة ديال هاد الأشخاص إلى اللي عندهم الحق يقوموا بالزيارة ديالو، وعند حق حتى المحامي ديالو يقوم بالزيارة ديالو في السجن ويتخابر معاه ويناقش معه ملفه. فإذا كاين قانون اللي كينظم هذه المسألة سواء كان معتقل احتياطي سواء كان سجين، لأن هذا حق من الحقوق تهو في إطار حقوق الإنسان يندرج في هذه الخانة. فاش كنتكلموا دائما على عدد من الجرائم والأخطاء اللي ممكن يرتكبوها الأشخاص وتجرهم المحاكمات، كنتكلموا كنسمعوا مشى عند قاضي التحقيق، جبناه من عند قاضي التحقيق، داز عند قضاء التحقيق. شكون هو قضاء التحقيق؟ شنو هي المهمة ديالو؟ علاش يدوز من عنده شخص متهم؟ قربنا أكثر. اولا نقول بكل بساطه هو ان الاصل اللي كاين كاصل عام هو ان الايقاف ديال شخص معين يكون من طرف الضابطه القضائيه. وهنا كنفرقوا بين جوج الحوايج اللي هما بساط، سواء يكون في حاله التلبس سواء يكون في المسطره العاديه، سواء يكون من اجل الجنحه سواء يكون من اجل الجنايه. اذا تقديمه امام النيابه العامه السيد وكيل الوكيل وكيل الملك او السيد الوكيل العام. هنا القانون جا دار لنا واحد المؤسسه اللي سميتها قاضي التحقيق. ما معنى المؤسسه؟ هي كتجي وسط ما بين هذا البحث التمهيدي اللي كديروا الضابطه القضائيه ولا البوليس هو الاول وما بين احاله الشخص للمحاكمه او الجلسه العلنيه. وهذه المؤسسة اسمها قاضي التحقيق. عندنا في المغرب هذا قاضي التحقيق كيتعين من طرف وزير العدل بعد الاقتراح ديال السيد الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف بالنسبه للمحاكم الاستئنافيه، وبعد اقتراح من رئيس المحكمه الابتدائيه بالنسبه للمحاكم الابتدائيه. وبالتالي هذا السيد اللي هو قاضي التحقيق هو قاضي، هو يندرج فيما سبق وان تكلمنا عليه بانه يقوي ضمانات حقوق الانسان، لانه هو يتخذ واحد القرارات اللي قدروا نقولوا سميتها خطيره، لان من حقه يدير الايداع في السجن، من حقه يدير الامر بالحضور، من حقه يدير لك الامر بالاحضار، من حقه يدير لك الامر بالسفر، يدير لك الامر يدير لك الامر بالمراقبه القضائيه، اغلاق الحدود. هذه الصلاحيات كامله كيعطيها ليه القانون. ولكن لماذا؟ راه لانه تيخاف هو على اندثار الادله، لان الدور ديالو اشنا هو؟ راه هو جمع الادله راه من خلال اسم قاضي التحقيق. واخا استاذ، يعني من ديك المرحله ديال التحقيق مع البوليس مثلا ياك او الضابطه البحث التمهيدي، المحاكمه اللي كتكون علنيه، كاين قاضي التحقيق الوسط. علاش؟ لان ربما المرحله ما بين الوقت ما بين المرحله الاولى والمرحله الاخيره غادي تكون واحد المده، وهنايا كان قاضي التحقيق المهمه ديالو يجمع جميع الادله ولا يساهم في الحفاظ على جميع الادله للقضيه، سي صح؟ اكيد غير هو اللي كاين، وهو انه يكلف باجراء بحث في القضيه. ملي كيتكلف باجراء بحث القضيه راه ما فيش غير البحث على الادله، راه في قضية الجنايات يكلف بإنجاز واحد البحث، كيتكلف بإنجاز واحد البحث على شخصية المتهم، على ظروفه الاجتماعية. إذا فهنايا كيقرب لهذا الشخص اللي نسميه هنا نقول اللي هو ضنين، ما نقولوش مجرم أو لا، هنا لأن ليس مشتبها به وليس مجرما، اللي هو ضنين كيقرب عنده. التحقيق انه يقوم مجموعه من الاجراءات اللي هي جمع الادله والتثبت منها، ومنها التنصت على المكالمات، ومن حقه حتى ينتقل لمعاينات القضائيه. فاذا جمع هذه الادله وكذلك هذا الجمع الاستدلالي بالنسبه لشخصيه المتهم هو الذي يفيد في انه سواء كيصدر واحد المتابعه في حق هذا الشخص، سواء كيصدر امر بعدم المتابعه. وبالتالي كنقولوا بان الغرفه الجنحيه لدى محكمه الاستئناف هي اللي كتبقى كتراقب، ما نقولوش كتراقب، كنقول يتم استئناف هذوك القرارات هذوك الاوامر ديال قاضي التحقيق قدام الغرفه الجنحيه. سؤال غادي تسالوه بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش معرفه معمقه بالمهام ديال المحكمه ولا ديال القضاه، وما كنعرفوش بزاف ديال المرات من غير الاختصاص بطبيعه الحال، فاش كيتصدر واحد الحكم مثلا؟ حنا كنشوفوا في المحكمه ان كاين ماشي غير القاضي بوحدو اللي كيكون جالس، ولكن جالسين حداه مجموعه من المستشارين. نبغوا نتعرفوا على الادوار ديالهم مثلا، كيفاش كيتخاد واحد القرار ولا كيفاش كيتخاد واحد الحكم؟ واش كتكون استشاره ما بيناتهم؟ نبغوا نتعرفوا على هذه المسائل ايضا. هو مزيان، هو هنا ناقشوا واحد المساله اللي هي اساسيه. كاين القضاء الفردي اللي كنلقاو قاضي فرد
نعم. في مجموعة من القضايا كاين قضاء اجتماعي مثلا في الاستئناف ضروري أنك تلقى أن الهيئة جماعية. نعم. وبالتالي حضور النيابة العامة اللي هو السيد وكيل الملك في المرحلة ديال الحكم الابتدائي أو السيد الوكيل العام في المرحلة ديال الحكم الاستئنافي هو أساسي، حضور النيابة العامة في القضايا الزجرية أقول ما نقولش الجنائية ولا الجنحية هو أساس، هي لك أن تتحضر في القضايا المدنية وبجموعة من القضايا المدنية. فأنا كنلقوا حضور الدفاع وكنلقوا لكاتب الضبط اللي هو واحد الجهاز مستقل على جميع الأطراف كيقوم بالتدوين وتحرير ما يروج في الجلسة بالمجريات، لأنه واحد الجهاز المستقل. إذن من خلال هاد المستشارين فهي المحكمة الاستئناف كانت تنشر قدامها الدعوة من جديد. مستشارين حتى هما بدورهم قضاة. قضاة من طبيعي. غير هو في محكمة الاستئناف نقولوا المستشار، وفي محكمة النقد نقول المستشار. متفقين. وبالتالي تيكون أكثر حنكة وأقدم، وتيكون قاضي اللي ممكن هذيك الهيئة تدرس جميع أطوار القضية ومراجع من مرافعة الدفاع، من مرافعة السيد وكيل الملك، ما ضمنه كاتب الضابط، مثلا حجاج، وتيتم تصويت من أجل إصدار واحد القرار، لأن احنا قدام المحكمة الابتدائية كنقولوا الحكم. أيه؟ وأمام محكمة الاستئناف نقولوا القرار. قرار لا رجعة فيه. لا نقولوا غير قرار، كنقولوا القرار. القرار. ونقول القاضي في المرحلة الابتدائية، ونقول المستشار في مرحلة الاستئناف، كما نقول الوكيل الملك في المرحلة الابتدائية ونقول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ونقول رئيس المحكمة الابتدائية في المرحلة الابتدائية ونقول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. شكرا لك. مصطلحات تقنية كنعرفوا كيفاش نفرزوا بها نوعية الاختصاص، مثلا كيف ما قالت الأستاذة بالنسبة نمشيو نبداو عند قضية التحقيق نرجعوا عند قضية التحقيق. هنا في المغرب سؤال جد نقطة جد أساسية لأنها تتلامس العمق ديال الموضوع. فاش كنقولوا نبداو عند قضية التحقيق، حنا عندنا في المغرب مبدأ ثنائية التحقيق، أي تحقيق على مستويين، كاين في قضايا الجنايات وكاين في قضايا الجناح. القضايا الجناح التي يقل العتق العقوبة فيها عن 5 سنوات كاين فيها التحقيق. والجنايات كاين فيها التحقيق. حقاش التحقيق عنده جوج اتجاهات، يا إما إلزامي مثلا في الجنايات اللي فيها المؤبد والإعدام و 30 سنة كحد أقصى، والجنايات التي يرتكبها الأحداث اللي هم الأطفال الصغار، وكاين في الجناح بنص، وكاين اختياري. إذن ملي كنقولوا قاضي التحقيق كنقولوا ديوش من قاضي التحقيق المحكمة الابتدائية، كنعرفوا راسنا حنا قدام واحد الجنحة. يعني ملي كنقولوا ديرها في محكمة الاستئناف كنعرفوا راسنا قدام واحد الجناية. أستاذ سؤال آخر، واش جميع المحاكمات كتكون علنية ولا كاين نوع من القضايا المحاكمات كتكون فيها ماشي أمام شامل أمام العلن، وشكون اللي تياخذ قرار أنها تكون في حالة من الحالتين بعجالة إذا كان ممكن؟ لا بعجالة، أننا نقدر نقول لك مجموعة من المحاكمات تكون سرية. هو الأصل اللي كاين في القانون هو أن الجلسة خصها تكون علنية، والناس اللي داروا علنية الجلسات داروها على أساس باش يكون كل شيء واضح قدام الناس، تحديدا الشفافية. يقدر يدخل أي مواطن، يقدر يدخل في قضايا الأحداث. في قضايا الأحداث ما كتكونش الجلسة علنية. أوكي. مراعاة لمجموعة من الضوابط اللي يتسع المجال لذكرها لك. أكيد نرجعوا لها في حلقات أخرى. شكرا لك أستاذي لأنك شرفتنا بالحضور ديالك. مشاهدينا شكرا لأنكم متابعين حلقة اليوم من برنامج أسرتي. الهدف من فقرتنا اليوم هو أننا استشارات قانونية نساهموا في نشر الثقافة القانونية، مصطلحات كتردد على المسامع ديالنا في كل مرة. اليوم شكرا لك لأنك ساعدتنا على فهمها. غادي نمشيو هذه المرة ونهتموا بالوليدات ديالنا هنا وفقرت هي والبريكولاج. فعلا زينب، غادي نهتموا بالوليدات ديالنا من خلال هاد الفقره، ولكن قبل بغيت نسولكم لعبتوا شويه بالبازل؟ الله يهدي ياك صغار دائما مازلت لدابا ياك. علاش كتلعب بالبازل؟ وصراحه كيخليني نتكونسونطرا مع شي حاجه، كيخليني نخوي عقلي من بزاف ديال الحوايج كنديرهم في اليوم ديالي، طريقه للتركيز، طريقه المهم هوايه زعما كيعجبني انني نتكونسونطرا مع البازل. الجميل في البازل هو هذاك التركيز، التحدي اللي كيعطيه لك باش انك كتعاود كتركب هذيك الصوره. ولكن اليوم فقره هي والبريكولاج مع اميمه بن ناصر، غادي نصوبوا حنايا لي بازل من خلال مواد بسيطه سهلة غير مكلفة. جميل. أساسها هو النباتات. شاهدوا معنا جميع. اهلا وسهلا اميمه. اهلا وسهلا هلا. اذا اليوم دائما نشاط خاص بالاطفال، وكنقترحوا على المشاهدين اننا نصوبوا البوزل.
البازل النباتي. شنو هو بعد البازل النباتي باش نشرحوه للمشاهدين عاد نشوفوا يعني المواد اللي غنحتاجو؟ هذا بازل كغير زعما بحال كاع لي بازل غير هو هذا البازل النباتي كيسمح للطبيب باش يتعرف على بعض انواع النباتات اللي هي طبيعيه عن طريق اللعب. نعم نمروا لشنو غادي نحتاجو ونشوفوا الطريقه اللي غادي تقترحي علينا باش نفهموا اكثر واكثر. اذا شنو هي المكونات اللي غنحتاجو؟ غنحتاجو بعض انواع الاوراق الاشجار او لا النباتات ولا ازهار غنحتاجو هادو خديناهم من الطبيعه بشكل عشوائي خرجتنا فاش كنكونوا خارجين الغابه او الاماكن الطبيعيه من بعد ما كنكونوا ديجا تعرفنا عليهم في المكان ديالهم الاصلي على الاسماء ديالهم على اسماء الشجر والمكونات اوراق الاشجار وديك طبيعه الحال دائما مع الحفاظ على الطبيعه والحفاظ على البيئه يعني ما ناخذهمش من اي مكان. وغنحتاجو ورق كرتوني ابيض ونحتاجو مقص هذا الورق الكرتوني هذا ابيض ضروري يكون ابيض غير باش يبان بشكل اوضح يبان واضح هذا القياس هذا مربع تقدروا تختاروا اي قياس زعما ماشي بالضروره المربع اللي بغيتوا المهم خصو يكون الكرتون غنحتاجوا مقص ولاكول اللي كاين نبداو دابا تفضلي نبداو مثلا ناخذوا هذه حاولوا نديروا فيها لاكول اذا هذا الورق ديال الشجر غنديروا فيه لاكول وغنلصقوه نلصقوه في هاد الورق الكرتوني ديالنا هادو كلهم لصقوهم نحاولوا نلصقوهم في هاد الورق الكرتوني كل وحده نلصقوها في واحد اولا ممكن نديروا مجموعه من الاوراق ديال الشجر في لا نقدروا نديروا مجموعه ديال الاوراق كما نقدروا نديروا غير وحده كتبقى مساله اختياريه نصوب انا وحده هنا واخا الوقت اللي تلصقي هكذا نديرو حتى واحدة مثلا نزيدو حدا اخرى حداهم الا بغيتي نقدروا نديرو هادي هكا هادي نقولو اللي بغيتي على الجماليه بصح واخا لصقو حتى هذا الراس ديالها ولا هذا الساق الساق الورق ما خصوش يخرج على الورقه ربما ياك ما يخرجش على الورقه لا ما يخرجش على الورقه اذا هذه هي الاشكال النهائيه اللي حصلنا عليها لصقنا جميع الانواع ديال الاوراق ديال الشجر كيف قلنا بشكل عشوائي ربما الوليدات ديالنا هما اللي اختاروا كيفاش يلصقوا هاد الوريقات هذه انه كيف بغيتوا دابا من بعد ما لصقناهم غنجيو نقطعوهم ربما في البيت خصنا نخليهم ينشفوا شي شويه خليهم ضروري ينشفوا شويه حتى يشدوا لاكل حنا دابا مع ضيق الوقت وهادو هاد البازل هذا خصصته بالسن سنتين وما فوق داكشي علاش ما غاديش نحاولوا نصعبوه غنحاولوا نديروا غير على جوج غير نعم بحال مثلا هذا نقطعوه مرحين اذا هذا قطعناه بشكل عمودي او لا افقي وهذا قطعناه في النصف هذا نديروا فيه افقي هذا الشكل هذا وهذا نقطعوه على اربعه هذا يمكن يكون شويه صعيب احترموا درجه الصعوبه من السهل للصعيب ديما حتى الرائحه ديال الاوراق ديال الشجر باقي طري حتى هي زوينه صافي غادي نبعثروهم غنبعثروهم ضروري ونعطيهم طيب بحال هكا ويحاول يصايبهم مثلا ندير لهم بحال هكا نبقاوهم ولكن من الاحسن في اللون نقدموا كل واحد بوحده نوريوهم له من بعد ديما كيف قلت لك ناخذوا لها صوره نعطيو كل حاجه بوحدها مثلا هي يشوفها حطوها مثلا هكا ونخليو الطفل اللي يحاول يقادها نعم حيت حنا مشينا للسن ديال نقدروا كاع نقولوا من عام ونص وما فوق ممكن انه يقوم بهذا النشاط هذا كيف كتشوفوا كيزيد التركيز ديال الطفل كينمي التناسق بين العين واليدين عند الطفل كذلك والتفكير المنطقي نعم ممكن اننا نديروه باشياء اخرى يعني من غير الاوراق ديال الشجر يعني اشياء اللي ممكن تكون عندنا في البيت ديالنا لا حيت الطفل في المراحل الاولى زعما من العمر ديالو كيخصنا نقدموا ليه كل ما هو طبيعي الشيء كيف ما هو في الطبيعه وكيف ما هو على حقيقته باش ما كيوقعش عنده خلط او تشويش في عقله في الذهن ديالو فهنايا يعني كيكون عنده واحد يمكن تصالح مع الطبيعه او التعرف على الطبيعه اكثر ما نعرفوش شي حاجه اللي هي غالطه
الطفل في الاول ديما نقدموا ليه الحاجه اللي هي طبيعيه كيف ما كاينه هي في الواقع. وميم احنا ممكن نستعملوا اشياء اخرى اللي ممكن تكون عندنا في البيت من غير اوراق الشجر، يعني اي حاجه اللي ممكن انها حتى هي نلصقوها في هذه الاوراق ديال الكربون وحتى هي نقطعوها وتعطينا هذا التناسق بيناتها. ممكن، ولكن بالنسبه للاوراق دابا هذا من نختارين احنا باز نباتي خاصنا نقدموه على حقيقته، حتى الطفل في المراحل الاولى من العمر ديالو خاصنا نقدموا ليه الحاجه كيف ما هي في الطبيعه وكيف ما هي في الواقع، باش ما يخلقش عند الطفل اي تشويشه ولا خلط زعما في الذهن ديالو. من السن ديال عام ونص يعني ممكن اننا نعملوا معاه هذا النشاط، هذه الانشطه هذه، هذا النشاط الحسي. نشاط حسي من الانشطه ديال منهج مونتيسوري. نعم، دائما يعني غادي نخليوه هكايا كيلعب بوحديته وكنوريو له هذا الورق الاولي كيفاش كان في الاول، ومن بعد كيخصو يجمع بيناتهم. انا نسيت دابا فينا هي الورقه ديال هذه. لا هي لقيتها صافي. شكرا لكم ميمة على كل هذه الانشطه اللي كتشاركيها معنا، وحنا ايضا كنحاولوا اننا نشاركوها مع كل مشاهدي برنامج اسرتي من خلال فقرتي هي والبريكولاج. شكرا لك هناء، بارك الله فيك. عوده البلاطو اسرتي. فاز عن طريق نباتات صراحة طريقة زوينة، أنا غادي نجربها مع ولدي ونرد عليك الأخبار هنا إن شاء الله. وأكيد غتكون فرصة باش أنك تعرفي هذه الأوراق ديال النباتات على الأسماء ديالهم والمكونات ديالهم، علاش كيصلحوا لنا هذه النباتات، تكون فرصة ديال واحد الحوار جميل مع الطفل ديالك. أكيد قصة نجاح من دابا شوية راجع ليها باش نتعرفوا أكثر ونمشيو لعالم المخرج المغربي عبد الرفيع العبدي. ولكن قبل الكورتيكويد مروان، مش معمل الاخطاء تنقوموا بها؟ ايوا زين، الكورتيكويد ولا الكورتيزون من بين غادي نقولوا الادويه اللي كيستعملوها الناس بعض المرات بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه، كناخذوه بلا استشاره ديال الطبيب. نبغوا نعرفوا اليوم شنو هما الايجابيات ديالو، فوقاش يمكن لينا نستعملوه، وفوقاش كيقدر يهدد الصحه ديالنا واللي خطر عليها. هادشي غادي نكتشفوه من خلال الروبورتاج مع الصيدلي مشاهدينا، ونعاود نرجعوا. الكورتيكويدات أو الكورتيكويد هما أدوية مصنفة علميا كمضادات الالتهاب استيرويدية أو لزونتي انفلاماتوار استيرويدية. فهذه الأدوية هذه إما تستعمل لعدة أمراض، كيعني الحساسية التنفسية، يعني أمراض العظام والمفاصل، أمراض المناعة الذاتية إلى غير ذلك. إلا أنه هذه الأدوية هذه تخضع يعني لعدة الاستعمالات ديالها تخضع لعدة ضوابط، كمثلا يعني الانسان اللي كيتناول هاد الكورتيكويدات لا سيما الا كانت يعني لمده علاج طويله، خص يتناول الطعام بدون ملح، ما يكونش كياخذها مع لي ديريفي دو بوتاسيوم، يعني خص يعني الا كان العلاج هي فوق 10 ايام خص يكون التوقيف ديال هذا العلاج هذا تدريجيا، ما يجيش يوقفوا في نوبه واحده. الا انه اليوم عندنا في المغرب واحد الظاهره، هذه الظاهره مع كامل الاسف ناتجه عن يعني لو بوش اوغي ديال بعض النساء اللي كيستعملوها يعني للتسمين، يعتقدون بانه او يعتقدن انه يعني كيقوم هذا الدواء بالتسمين ديالهم، في حين انه هذا الدواء هذا كيدير غير الانتفاخ ديال الجسم، لانه كيحدث واحد لا ريتونسيون دو او الاحتباس المائي داخل الجسم. وهذا الاستعمال الغير المعقلن ديال هذا الدواء بالضبط كيقدر يؤدي لا قدر الله الى عده مضاعفات، منها هشاشه العظام. ملي الواحد كيستعملوا لمده طويله مع تناول الملح، فهنا كاين خطر كبير، لانه تكون المراه واقفه توصل 40 عام 50 عام تكون واقفه يتهرس لها العظم ديالها ديال رجليها ديال الورك. فلهذا رجاء، ثم رجاء من المواطنين باش ما يبقاوش هيك يسمعوا من عند اي مواطن انا خديت هذا الدواء راني غلاضيت به، اصلا ما عندك ما دير بالغلط، فيها ما في خير، لانه ما تاديش بالجسم
لا 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 الخير، لانه كي كتكون عندنا الشحمه كتكون عارفين انتم المضاعفات ديال الشحمه شنو هي في الجسم. هذا لي كورتيكويد بصفه يعني او بعلاج مطول المده فوق 10 ايام، ان يعني ان التوقيف ديال هذا الدو ما يجيش بصفه فجائيه بل بصفه تدريجيه. مثلا اذا كان الشخص كيتناول ثلاثة ديال الحبات في الصباح مدة 10 أيام، أو بودي ويتيام جو من في اليوم الثامن ياخذ جوج حبات، عاود اليوم التاسع حبة، عاود اليوم العاشر نص حبة، اليوم إلى حتى كيحبس كيحيدوا كاملين. علاش؟ لأنه هنا كتعطي الفرصة لهذيك لا غلوند سوغينال اللي كياجي افيك هذيك لا كوغ افيك ذاك لي كورتيكويد، كتعطيها الفرصة باش هي كتنتج ذاك المادة ديال الكورتيزول بصفة تلقائية في الجسم ديالو، وبالتالي الجسم ما كيبقاش كيطلب ديك الماده ديال الكورتيكويد اللي كان كيتناولها هذاك الشخص. كنظن ان الغوبورتاج بين لنا مجموعه من الحويجات كنا كنجهلوها اليوم، وبزاف ديال الناس اليوم غادي يشوف راسو غادي يعرف راسو كيستعمل الكورتيكويد او الكورتيزون بواحد الطريقه اللي هي غلطه. بزاف ديال الناس اللي كيجيو مجموعه من الالتهابات ولا كيحسوا مجموعه من الالم ولا كتشدهم بعض المرات غير واحد كتبان ليه واحد النزله ديال البرد غادي تبدا كيمشي كيجري وكياخذ الكورتيكويد حيت عنده مثلا واحد الخدمه ولا غادي يسافر او شي حاجه، فكيبغي يتفادى انه يوقع في هذه الحاله. ولكن هنا كنظن كاينه مجموعه من الاثار الجانبيه اللي نبغي نذكرها، ماشي باش نخلع الناس غير باش نقول لهم اتونسيون من الاستعمال الخاطئ ديال هاد الكورتيزون على راسها مثلا ارتفاع ضغط العين، وهذا اللي هذا مشكل صعيب مروان. الا مشينا حتى وصلنا كيرتفع علينا الضغط ديال العين افيكتيفمون زينب اللي يقدر يؤدي للعمى مع مرور الوقت، فكنظن خصنا نبداو نردوا البال لهاد الحويجات هادو. نتكلم ايضا على الجلاله حتى هو يقدر يكون سبب فيها، نتكلموا ايضا على ارتفاع مستوى السكر في الدم، نتكلموا على حجز عنصر الصوديوم داخل الجسم اللي كيؤدي ارتفاع السوائل تحت من الجلده ديال الجسم ديالنا، واللي غادي يخصو من بعد مجموعه من العلاجات اللي كدار. غادي نتكلموا ايضا على اضطراب الدوره الشهريه عند النساء، توقف نمو الطفل مثلا الا كان كيتعطى الاطفال بطبيعه الحال، غنتكلموا على شاشه العظام وتكسر العظام، وكنظن هذا من المشاكل اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس اللي تناولوا في الحياه ديالهم منذ الصغر هاد الكورتيكويد ولا الكورتيزون. فكنظن هاد الحويجات ما نبغيوش شي واحد يوصل لهم بطبيعه الحال، علاش؟ حيت جهلا منه بهاد الاثار الجانبيه بطبيعه الحال. نتكلم على حاجه اخيره واللي هي مهمه، واللي ان الكورتيزون مع الاستهلاك ديالو مع المده ديال الوقت سنين وسنين كيقدر ياثر لينا على المناعه ديالنا، الجهاز المناعي ديالنا، فهو كيقلل من المناعه ديالنا. قبل الادويه عاديه كنوليو كل مره خصنا نضطروا للجوع، يعني كنولي كنقدر نمرض بالزربه، كنولي المناعه ديالي ما قدرش انها تدافع الجسم ديالي. فكنظن استعمالنا للادويه بصفه عامه، كنتكلموا اليوم على الكورتيكويد ولا الكورتيزون حيت كثير الاستعمال ديالو واحد الطريقه عشوائيه من طرف بزاف ديال الناس، ولكن كنتكلموا ايضا على الاستهلاك ديال الادويه بصفه عامه بدون استشاره طبيه. بهاد المسائل كنظن هذا التعامل ديالنا مع الدول اليوم خصنا نعاودوا فيه النظر ونشوفوا ان صحتنا راه بلا دواء بعض المرات راه نقدروا نخليو المناعه ديالنا تدافع على راسها ويكون الجسم ديالنا في واحد الصحه جيده. بعض المرات لدزت عليا واحد المرضى مثلا كنقولوا ان بيتيت غريب ولا شي حاجه، راه الجسم ديالي كيتقوى الا مشى تدافع على راسه بلا كورتيزون بلا دواء، فدائما كتبقى الاستشاره ديال الطبيب اهم حاجه في هذه المساله. اكيد، ولكن ملي كيكون الطبيب هو اللي اعطانا الكورتيزون اعطانا الجرعه المناسبه للوزن ديالنا للسن ديالنا، فكيمكن ان هذا الكورتيزون هذا يكون مفيد جدا، لانه كيف كنعرفوا لما تكتشف الكورتيزون ف الاطباء انذاك كانوا كيقولوا بانه راه هذا غيحدث ثوره في عالم الطب وغادي يشافي تقريبا جميع الامراض حتى جا من بعد يعني هذه المضاعفات الجانبيه اللي ولا كيخلفها الكورتيزون. تكلمتي على تناول الكورتيزون لمده طويله، وايضا بغيت نتكلم على التوقف عن تناول الكورتيزون. هذه واحد المساله مهمه اللي حتى الناس ملي كيبداو كياخذوا الكورتيزون يمكن كيخلعوهم مجموعه من المشاكل الاطباء ولا شويه صافي تيقطعوا قبل ما يكمل المده المحدده، سمع حتى بالاثار الجانبيه، ومن ابرزها تيقول له النساء بانه راه كيسبب في هشاشه العظام الا ما تبقاش تشربوا هذاك الدواء اللي كديروا في الماء، راه ما يمكنش، راه هذاك الدواء شي شويه صعيب كيجي كيوقفوا بوحديته بدون وصفه طبيه. حتى التوقف عن تناول الكورتيزون كيخصو وصفه طبيه، لانه كيخص الجسم ديالو الجسم ديالنا يتخلص منه بشكل تدريجي. يعني الا كان الطبيب عطينا واحد جوج ديال الحبات في النهار اللي كنتناولوهم يعني بمعدل واحد 40 ملي غرام، راه كيبدا كينقص لينا شويه بشويه. الطبيب هو الوحيد اللي مؤهل انه يقول لنا شحال كيخصنا ناخذه باش نحيدوه من الجسم ديالنا بشكل تدريجي، وكيتقبل
الجسم ديالنا هذه المساله. الا ما درناش بحال هكايا والطبيب اللي قال لنا كيفاش نوقفوا التناول ديال هذا الكورتيزون كيحدث مجموعه من المضاعفات في الجسم ديالنا من ابرزها الامراض اللي تكلمتي عليها، بالاضافه يعني الانسان كيولي دائما فيه الدوخه، كيولي واحد الالم في المفاصل، ويعني من اكثر الاشياء اللي ممكن توقع هي الموت المفاجئ الا توقفنا بشكل عشوائي على تناول الكورتيزون. ردوا البال ديالنا ونتم بصحه ديالنا، ان صحه واحده محتاجينها باش نعيشوا ان شاء الله سنوات طويله بالف صحه وسلامه. شكرا لانكم متابعينا، مشوا هذه المره ونتابعوا قصه كتبعت لنا الامل، حب الحياه والايمان بالاحلام. مشيو تعرفوا على عالم عبد الرفيع العبدي، والمخرج المغربي الشاب اللي حقق نجاحات كثيره خلال السنوات الاخيره. من خلال فقرتنا اليوم غادي نرجعوا معاه على الطفوله ديالو، ونتعرفوا كيفاش دخل لهذا المجال، كيفاش بدا النجاحات ديالو، وباش مازال تيحلم. شاهدوا معنا. بحالي بحال كاع الدراري الصغار، يمكن كنت كنرسم واحد شويه احسن من الدراري. وفي واحد الوقت معين يعني ملي بديت كنكبر شويه ديك السادس ولا ملي طلعت الاعدادي، فبدا الميول ديالي واحد شويه لتوسكي اوديو فيزيوال. ديك الساعه كنا باقي صغار، ما كانش بحال اليوم يوتيوب ولا زعما دي بلاتفورم اللي كيقدر يسمحوا لي انه تنفتح على هذا المجال. فكنا كنبقشوا ونقلبوا ونشوف. ديك الساعه انا باقي عاقل، كان تيعجبني نشري هذوك لي جيلي، باسكو كان بالنسبه لي الصوره ديال الفوتوغراف ولا المصور خصو يكون داير داك الجيلي اللي فيه لي زاكسسوار ديالو وداك الشيء. فانا ملي كيقولوا لي حوايج العيد كنمشي كنقول لهم بغيت الجيلي هو الاول، عاد نشوف الحوايج الاخرين. هادو غير شي حوايج اللي كانوا تيبينوا على انه بديت كنميل لهذا المجال هذا ديال التصوير ولا ديال الاخراج. ومن بعد فواحد الوقت بدات الرؤيه كتوضح، يعني بديت كنقول انه هذا الشيء اللي بغيت ندير، هذا الشيء اللي بغيت ندير. بقيت كنقلب على الوسيله كيفاش انه ندرس هذا المجال، كيفاش انه نقدر نتعلم. فكي قلت لك اليوم يمكن بزاف ديال الباب المحلول، يعني يقدر الواحد كاع ما يولش مدرسه، ولكن يقدر انه في يوتيوب ولا انه يعني كان واحد الانفتاح لهذا المجال. مي ديك الساعه ما كانش هذا الشيء، هذا كانت واحد الصعوبه باش انه تشوف كاميرا ولا اباري فوتو ولا غير تلاقى مع واحد اللي عنده كاميرا. يعني كانت المساله ماشي سهله بزاف. فاول كاميرا هزيت في يدي هي هذيك ديال الحج اللي كانوا تيجيبوا كتشوف فيها التصاور ديال الحج. ولكن المهم من بعد في واحد الوقت كي قلت لك فقررت انه هذا هو المجال اللي بغيت نقرا. ومن بعد البكالوريا ولات الامور جديه، فبديت كنفكر. ديك الساعه في هذيك الفتره فاش كنت انا كنقرا ما كانش بزاف ديال المدارس اللي كيقريو في المغرب، لا السمعي البصري ولا يعني ما كانش بزاف ديال الاختيارات. مباشره قال لي دوز الكونكور الا نجحتي انا معك، ساشون كو كان المساله كتطلب واحد المصاريف وداك الشيء اللي ماشي قلال. ولكن ما عمرني ما ننسى هذيك اللحظه، فهذاك عطاني واحد ريحني بزاف، ملي قال لي هذيك نجح في الكونكور وانا معك صافي. ومن تما فانا راسي صافي وليت فوكس على انه خصني ندوز الكونكور ديال المدرسه ديال الفنون البصريه وننجح فيه، لحقاش هذاك الشيء هو اللي بغيت ندير. اخر همي كان هو انه نجيب اول نقطه ولا ثاني نقطه، اكثر ما كنت كنقول هذه فرصتي باش انه نخطا، باش انا نصحح الاخطاء ديالي ونجرب حوايج جداد. تقريبا المسار الدراسي ديالي خديته بعد الرؤيه هذه، فكنت كنحاول نجرب حوايج اللي يمكن من بعد ملي غنخرج للعمل بروفيسيونيلمون يقدر ما تكونش عندي الفرصه انه نغلط فيهم. يعني فهذيك المده ديال الدراسه كنت كنجرب وكنخطا عمدا، لحقاش عرفت راسي بهذوك الاخطاء هما اللي غادي نقدر انه نتعلم. ماشي بالضروري الا كنتي يعني تري بون بروميير اسيستون راه ضروري ما تكون مثلا
مدير تصوير ولا كنتي انشاف الكترو، يعني تنامن انه في كل تخصص راه كاينين الناس ديالو. فانا مثلا ملي كنت كندرس رغم انه في التخرج ديالي عرفت انه خصني نطلع السلم بوست بوست، ولكن كنت انا في لاسيستانا يعني كمساعد اول مساعد كاميرا ولا مساعد ثاني ما كنتش مزيان، ما كنتش هذا يعني ما جلستش بزاف كمساعد، اشتغلت تقريبا في واحد المشاريع قلال. ومن بعد في اول فرصه كانت تحت ليا بعد التخرج انه ندير اداره التصوير، فاشتغلت كمدير تصوير. فبداو من بعد بزاف ديال لي بروجي اللي كيجيو، كانت هاد المساله هذه كانت واكبات واحد القانون جديد اللي كان في المغرب، وانه كان الشركات كان فرض عليهم المركز السينمائي المغربي انه باش يشدوا الرخصه انهم يديروا ثلاثه ديال الافلام قصيره. فهاد المساله هذه تحت لينا واحد الفرصه انه نقدروا نشتغلوا على افلام قصيره كمدراء تصوير، وحنا يلا باقي خريجين ديال المدارس. فاشتغلت على ديكور متراج بزاف في الاول كمدير تصوير، وكان هذا تقريبا اول احتكاك مع الناس ديال الدومين اللي سبقوني واللي عرفوني، لا من مخرجين لا من تقنيين. وتما فين بدات واحد الطفره في الموسيقى المغربيه اللي كان لازم انه احنا كم يعني كناس اللي كيشتغلوا في الاوديو فيزيوال انه نواكبوها من ناحيه الصوره. وبدات كفكره فاشتغلنا على المعلم، اشتغلت عليه كمدير تصوير، من بعد غلطانه، من بعد عند الزين. وهاد المشاريع هادو مادام انه كان واحد لو سبوت اللي معطي على الموسيقى المغربيه، فالناس هاد لي بروجي تعطاتهم واحد لومبلور كبيره. والاسماء اللي اسماء المنوار وسعد المجرد تبارك الله، فعطاو واحد الدفعه لهاد المشاريع هادو كبيره. فبدات المشاريع كيكبروا، بدا الاسم كيكبر بشوي بشوي، وهادشي اللي كاين. بالنسبه للباساج من اداره التصوير للاخراج، فانا ديما كنت مره كنت كندير دي بروجي ديالي، ولا جو مفي بليزير في دي بروجي صغيورين، يا اما لصحابي يا اما بوغ دي اسوسياسيون يا اما يعني ديما كنت مره كندير ان بروجي ولا جوج وكنخرجهم. ماشي بالضروري كنت كنوقعهم اخراج عبد الرافع العبدي. اول مره اللي غيخرج واحد البروجي للبوبليك اللي غيكون دايركتد باي عبد الرافع العبدي، وكان هو الكليب ديال الشيب فناير. وعلاش الكليب ديال الشيب فناير؟ فاولا فناير صحابي ودلا فامي، وكندوزو وقيته مجموعين بزاف، وهذا البروجي بالضبط فحضرت ليه من البدايه ديالو، يعني مني كتحط الفكره، مني استوديو، مني جاوا لي ميوزيسيان، مني جاوا الهواريات، يعني عشت في الروح ديال البروجي من الاول. اون باراليل مع البروجي كيتقاد انا كانت الافكار تيجيو ديال الكليب الا غيكون كيفاش. دونك الوقيته اللي اتفقنا انه غيكون كليب، فكنت اكثر واحد واجد باش انه نصور الكليب، فقلت لهم بسم الله يلا نصوروا. فكاين افكار اخراجيه وكاين تنفيذ من عند الدي او بي اللي مزيان، يعني بحال كنحاول نقسم راسي لجوج ديال الناس، وكنحاول انه واحد يكون او سيرفيس دو لوتر. تنظن هذه هي من الميزات اللي كيميزوا الخدمه ديالي اليوم، هو انه الافكار اللي كنفكر فيها فكنفكر فيها كامله، كنفكر فيها حتى ليكزيكوسيون، كنفكر فيها حتى كيفاش غادي ندير ليها باش تخرج. وكنختصر عليا ديك المسافه ديال انه مخرج غادي يشرح لمدير التصوير الفكره وغيفهمها واش غادي يشوف نفس الرؤيه معاه، يعني كنحاول نختصر هذه المسافه هذه في الاعمال ديالي. ومادام ان التكوين ديالي كيبقى سينمائي في على باز، فبديت مؤخرا كندرس مشاريع ديال دي سيناريو ديال افلام طويله، فغادي نبداو نشتغل عليهم ان شاء الله في هذا الاخر ديال العام، وندوزو المراحل ديال الانتاج، وان شاء الله نقدر انه نصور قريبا يعني في السنه المقبله ولا هذا، نحاول انه نشتغل على اول فيلم طويل ديالي. جميل. فعبد الرافع العبدي، وبعيدا عن المخرج، هو واحد الانسان طيب جدا، ما تبدلش عبر السنوات رغم النجاحات ديالو. حنا اليوم تنفتخروا بعبد الرافع لان الاسم ديالو ارتبط بمجموعه من الاعمال، سواء في عالم الاشهارات، في الكليبات، انجح الكليبات اليوم في المغرب، ومع عدد من النجوم كانت مرتبطه باولى من توقيع عبد الرافع العبدي. ونتمنوا ليه كل التوفيق، هو مثال للشاب اللي امن باحلامه وكافح باش يوصل ليها، ومازال عنده احلام كثيره ان شاء الله يحققها. وبالفعل
بالفعل عبد الرافع اشتغل مع مجموعه من الفنانين والكليبات يعني اللي كنعرفوهم حنايا كاملين وتصدروا الترند او لا تصدروا التوندونس يعني المده من المدد. فكليبات ديال سعد المجرد سواء غلطانه سواء سلام وعليكم، كاين بزاف ديال الكليبات اللي اشتغل فيها مع سعد المجرد. اشتغل ايضا يعني مع بلقيس في كليب تعالى تشوف، تشتغل ايضا مع عندو الزين اكيد كلشي كيعرفها ديال اسماء المنور، وايضا يعني اشتغل في السينما كمدير تصوير كيف شفنا، ولكن هو دائما كيقول بانه انا كنفضل نفسي انني نكون مدير تصوير. حنا كنقولوا له لا راه بغيناك حتى كمخرج، لان كيف شفنا ما شاء الله عليك هذوك الكليبات اللي صورتي واللي خرجتي للوجود كانوا رائعين تبارك الله عليك عبد الرافع. نعم، والجميل في عبد الرافع هو انه عطانا صوره جديده، شفنا كليبات بواحد الطعم خاص فيهم الالوان، تميز بهذه المساله ديالو، عطى الطابع ديالو، وهذا هو المهم. هذا هو الفنان كنظل اليوم هو اللي كيبدع، وكيف ما كنشوفوا كاينين مخرجين كاينين فنانات تشكيليين كل واحد في المجال ديالو كيعطي ديك اللمسه الفنيه ديالو وداك الطابع ديالو. كتشوف واحد الكليب مثلا ولا واحد الاشهار كتقول هذه باينه الخدمه ديال عبد الرافع الديبي، فكنظن عنده الحب ديال المهنه ديالو، وهذا هو اللي زوين. وهذا هو الميساج اللي حنا كندوزوه من خلال فقره قصص نجاح، هو انك تامن بالحلم ديالك، تبغي العمل ديالك، حيت فاش كتبغيه حنا كنشوفوا لو ريزولتا وكيبان كتبان النتيجه على الخدمه ديال اي واحد. فاش كيعجبك واحد الانسان مثلا واحد الفنان كتبعه وكيعجبك داكشي اللي كدير وكيوصل ليه، فتاكد انه كيبغي هذاك الشيء. داكشي علاش بغينا نختموا بحاجه وحده اليوم، نقولوا للناس بغيو هذاك الشيء اللي كديروا اولا ديروا هذاك الشيء اللي كتبغيو وصبروا، سيرتو تصبروا كيف ما قال عبد الرافع. الا بغيتو توصلوا راه ما كايناش شي حاجه كتجيب الزربه، ولا تعذبتي باش كتوصل شي حاجه، وكنظن احنا كنامنوا بهذه القضيه بزاف الا تعذبتي عليها فكتستمتع كتوصل لهذا النجاح ديالها. من خلال عبد الرافع الابديون نبغيو ندوزو ميساج لعدد من الشباب اللي اليوم تيشوفوا مجال السمعي البصري وتنبهروا به، تنبهروا بالمهن اللي فيه، وتيبغيو يدخلوا لمجرد انهم مباهرين مثلا بمقدم تلفزيوني ولا بممثل ولا باشياء اللي تيشوفوها هما. كنبغي نقول باللي هذا المجال راه صعيب الا ما كنتيش كتبغيه فريمون وما كنتيش كتباغي تعيش فيه وتخدم فيه وتعطي فيه، ما تدخلش ليه، لان ما غتكونش قادر على مجموعه من التضحيات اللي خصك تعطيها. اولها الوقت، ما عندكش وقت فاش كتكون كتشتغل في هذا المجال، ما كاينش وقت محدد، ما غتخرجش مع 8 تخرج مع 6، لا كاين ممكن اعياد غادي تقدر تضحي بالعائله ديالك وبالوقت ديال العائله ديالك باش تكون حاضر في العمل ديالك. المجال العمل في المجال السمعي البصري كيتطلب تضحيات كثيره، دونك حتى انت باش تقدر تنجح فيه خصك تكون كتبغيه وباغي تشتغل فيه ومؤمن به وكتحلم تكون فيه، ماشي غير حيت باغي تشبه شي واحد اللي حقق نجاح فيه. نتمنى لجميع الشباب انهم يحققوا الاحلام ديالهم ويكونوا دائما ناجحين. شكرا لانكم تابعتونا، نلتقى في حلقات مقبله. مروان وهناء رفقه مشاهدي القناه الاولى، مبقى لينا نقول لكم شهيه طيبه وتبقوا على خير.